نظم تظاهرة علمية أثاثها عدد من الخبراء قدموا خلالها مداخلات حول مواضيع تتعلق بالشمس والتغيرات المناخية. بالشمس والأرض والطقس، اختارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تحتفي باليوم العالمي للرصد الجوي، مع التركيز على الشمس كعنصر محوري في إمداد الأرض بالطاقة وتوجيه الطقس والمناخ حسب تأكيد الخبراء والمختصين. الشمس هو العنصر الأهم في الطقس وفي المناخ، لأنه النشاط متاع الشمسي والإشعاع الشمسي هو اللي كما نقول المحرك متاع، معناتها هو اللي متسبب في تبخر المياه ومعناتها تكوين السحب الى اخره. وفي سياق احتفال المعهد الوطني للرصد الجوي باليوم العالمي للارصاد الجويه، نظمت مدينه العلوم تظاهره علميه في شكل محاضرات قدمها خبراء ومختصون حول الطاقه الشمسيه وقيمه المعلومه الجويه وتاثير التغيرات المناخيه على الطاقه الشمسيه والتساقطات. المداخله متاعي كانت دور الشمس في الطقس والمناخ، حاولت نفسر انبعاث الغازات الدفيئة هي خلاتك الاحتباس الحراري الطبيعي يزيد على حده، وبهذا معناتها فما درجة الحرارة، معدل درجات الحرارة على سطح الأرض قاعد يزيد، وهذا اللي هو معناتها اللي ينتج عليه يعبر عليه بالتغيرات المناخية اللي هي قاعدة تسبب في معناتها نقص في كميات الأمطار، ولكن اضطرابات في معناتها في التوزيع نتاعها. اليوم حتى القرارات فيما يخص الامن الغذائي والا القرارات المستقبليه بالنسبه لصناع القرار فراهي ترتبط بدرجه اولى للتقلبات الجويه وايضا للتوتر الهام نتاع التغيرات الجويه اللي احنا قاعدين توا نعيشوا فيه، هذا اللي احنا حبينا نوصلوه بالنسبه لمختلف الفئات من خلال البرنامج اللي نظمناه السنه بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للارصاد الجوي. هذا وتقوم الشبكه العالميه المؤلفه من المرافق الوطنيه للارصاد الجويه بدور رئيسي في توفير الخدمات والمعلومه الجويه لمواجهه التغيرات المناخيه.